صرخة واحدة أريد التحرير، كلها تصيح بالروح بالدم، نفديك يا شهيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تتيح لكم أن ترسلوا لنا رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع سيكون عن الإضراب والدعوة لمليونيات في العراق من أجل الاستمرار بالضغط حتى إسقاط هذا النظام. يوم الأحد اليوم شهد مشاركة طلابية بشكل واسع جدا، وكانت فعالة للغاية ومؤثرة كذلك في حضورها ووجودها، وإثبات كذلك والرسالة إلى هذه السلطة في المنطقة الخضراء أن الإضراب مستمر والعصيان المدني مستمر. بل بالإضافة إلى ذلك، هناك تحذيرات أطلقها المتظاهرون وأطلقها المعتصمون لبعض الموظفين في المحافظات بعدم الذهاب إلى أعمالهم لمساندة ودعم الثورة بمطالبها المشروعة، وخاصة فيما يتعلق بموضوع إسقاط النظام. نبدأ من ساحة التحرير في بغداد، حيث توافدت حشود من المتظاهرين إلى ساحة التحرير في العاصمة. دعونا نشاهد هذا المقطع الذي وردنا اليوم. طبعا طلبة الجامعات في العراق يؤكدون استمرارهم في الإضراب العام حتى تحقيق مطالب الثورة، وهي على رأسها طبعا إسقاط النظام. فلنشاهد. إن الإضراب على الدوام مستمر حتى تحقيق المطالب المشروعة التي أهمها إقرار قانون انتخابات عادل يكون الترشيح فيه فرديا 100%، ودوائر متعددة صغيرة، والمرشح يكون فائزا بعد حصوله على 50% زائد 1 من أصوات الناخبين في الدائرة، وتفعيل قانون الأحزاب الذي يمنع التمويل الخارجي، وتشكيل الميليشيات المسلحة في الحزب ذاته، فضلا عن تغيير هيئة المفوضية العليا للانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة. ثانيا، لا وجود لسقف زمني يكسر الإضراب أو الاعتصام، ورجوعنا إلى مقاعد الدراسة مرهون بتحقيق المطالب. طبعا استمعتم مشاهدينا إلى جزء من مطالب المتظاهرين، طبعا هذه من أهمها، لكن يبقى المطلب الأول للثورة وهو إسقاط النظام وإزاحة هذه الأحزاب بالعملية السياسية الفاسدة التي بناها الاحتلال وبنتها كذلك إيران وأذرعها في العراق بعد الاحتلال طبعا. وبالتالي كل ما يأتي بعد مطلب إسقاط النظام هو طبعا الترتيبات أو التسلسل الطبيعي والمنطقي لبناء دولة بنظام سياسي صحيح. نبدأ مع السيدة مريم من الكويت. أهلا بك سيدة مريم، تفضلي. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيكم الصحة والعافية، ونشكركم على القناة الحلوة اللي صراحة قاعدين نشوف هذه الأخبار إن شاء الله فرج بالنسبة حق الثوار. نعم. لأن اقتربت ساعة الصفر. نعم. يعني قوة الثورة هذه اللي قاعدة أشوفها أنا، ما أعتقد يمكن شهر إلا كلهم منحاشين من كراسيهم. والله أن الثوار شجعان، ما رح يذهب. أول شيء انترحم على الشهداء. نعم. الشهداء أكرم منا جميعا، ودم الشهداء ما يروح هباء من ثورة. والرئيس لما يجي من الشعب، مو الحكومه اللي تجيبه. الحكومه تجيب مجرم وتشيل مجرم. احنا نبي من الشعب هو يكون في انتخاب ويكون رئيس للعراق. نعم. ما نبي احزاب. الاحزاب هي خربت العراق،
والله قريبا يا أستاذ محمد. نعم. إن شاء الله إن شاء الله النصر قريب لأخواننا العراقيين اللي عانوا من سنة 58، يعني شن سنة وهم يعانون، ما عاشوا مثل العلم ولا درسوا مثل الناس. كانت جامعة بغداد يعني من أشهر الجامعات، وين جامعة بغداد؟ طيب أنا أود أن أسأل حضرتك سيدة مريم، كيف تابعتي موضوع مشاركة الطلاب والمعلمين في إضراب عام ومسيرات احتجاجية ومساندة للثورة؟ هذا الاستمرار وخاصة موضوع مشاركة الطلاب، شلون شفتي وكيف تابعتي؟ أنا على قناتكم الفضيلة هذه اللي أنا 24 ساعة أشاهدها، هي طبعا أخوي أستاذ محمد هي أفضل قناة موجودة بالتلفزيون. أنا قاعد أشاهد الطلاب متظاهرين والمعلمين والصيادلة، هم لما يسوون إضراب عام راح يشلون البلد مرة واحدة، فما راح يكون في أي حل للحكومة، وأنا أشكرهم على هذا الشيء. هذا اعتصام الطلاب لازم يكون كل مكان، يكون في إضراب، في إضراب إلين ما يطلعون من كراسيهم، لأن هذيل مجرمين. هذه عصابة استولت على العراق وعلى ثروات العراق، قاعد تاخذ نفط العراق وتبيعه إيران وتعطي لهم رواتب وتعطي تصرف على الإيرانيين على الأحزاب وما الأحزاب. مصت العراق مص مثل الواحد اللي كأنه مو شايف خير. يعني إيران هو قاصر عليها بترول؟ ما هو قاصر عليها بترول، توليت العراق ليش؟ خلي العالم تعيش حياتها طبيعية. وأنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ترجع العراق إلى الأفضل وإلى الأحسن برئاسة من رئيس من الشعب يكون عادل بين شعبه، وإن شاء الله تستقر الأمور. وأنا وحدة أحب العراق، الأمانة لله. شكرا جزيلا سيدة مريم، كنت معنا من الكويت. معنا السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل يا أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ محمد؟ حياك الله أبو فيصل، كل الهلا. أبقى سبعة تحية لك وتحية للقناة وتحية للشعب العراقي وتحية لساحة التظاهر الثورة الشعب العراقي. بالنسبة لمحاولة الطغمة الفاسدة بتسخير قصي وسهيل وهذه لا يزيد الشعب العراقي الأصغر على أسقاط هذا الطغمة المجرمة. والنصر قريب والشعب العراقي منصور إن شاء الله. وتحية لك. شكرا يا أبو فيصل، كنت معنا من السعودية. مشاهدينا الكرام، طبعا المتظاهرون في ميسان هددوا بنقل الاعتصام إلى داخل دوائر الدولة إذا لم يضرب الموظفون الحكوميون الموجودون في هذه الدوائر. دعونا نشاهد هذا المقطع. فليستمر إضرابنا لحين تحقيق مطالبنا، ومستعدين لنقل العصيان إلى دوائر الدولة في حال فتح الدوائر الأسبوع المقبل. أي دوائر ماكو من أي عصيان داخل إلى فتح الأسبوع المقبل. طبعا يرى المتظاهرون أن المشارك بالعمل أو الاستمرار بذهابه إلى عمله هو أيضا بشكل أو بآخر، وأن لم يكن متعمدا وأن لم يكن يقصد ذلك، لكنه يضر بالثورة أو يؤخر من قضية رحيل هذا النظام، لأنه بالتالي يقود إلى استمرار عمل هذه المؤسسات. وطبعا استمرار عمل المؤسسات يعني بقاء هذه الأحزاب وهذه السلطة إلى فترة أطول. الدعوات الآن للإضراب العام وللعصيان المدني تخرج من الساحات، ذلك نظريا طبعا لأهميتها ولتأثيرها الفعال الذي سيكون على بقاء هؤلاء من عدمه، وأقصد يعني الأحزاب والسلطة الحاكمة. تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية، الإضراب عن الذهاب إلى المدارس والجامعات، كذلك قطع الطرق بالنسبة للمنشآت النفطية، هي كلها أهداف مهمة
ومطلب مستمر من قبل المتظاهرين والثوار من أجل أن يتحقق بشكل فعال لكي يحدث تأثير حقيقي في هذه الثورة من ناحية تعطيل هذا العمل الموجود المنتشر الآن في مؤسسات الدولة، وكذلك شل حركة هذه السلطة، وكذلك منعها من الاستفادة المادية من هذه القطاعات. لدينا طبعا بعض الرسائل المشاهدين الكرام التي سنقرأها لحضراتكم. لدينا رسالة تقول: مساء الخير قناة الرافدين المفضلة عندي، هسه فايق الشيخ علي يريد يصير الرئيس، رئيس الوزراء في العراق، ليش نسى؟ اجوا دبابات الأمريكية. شكرا لكل كادر القناة العزيزة، أخذكم فاتن من ألمانيا. شكرا يا فاتن. طبعا هذا الموضوع تحدثنا به سابقا، ونذكر أيضا مرة أخرى أن الاختيار طالما هو للشعب عليهم أن يقوموا بفحص جيد جدا لكل شخصية تود أن ترشح نفسها لرئاسة الوزراء. فايق الشيخ علي كما تفضلت السيدة فاتن جاء مع الاحتلال وروج للاحتلال الأمريكي في بداياته، وكذلك كان يبرر ما يقوم به الاحتلال من اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة في العراق، بل بالعكس كان ينفي وجود أي تدمير من قبل القوات الأمريكية للمنشآت العامة والخاصة في العراق، وهذا طبعا أكبر دليل على دعمه للاحتلال آنذاك. فهذه النقطة يجب أن توضع في الحسبان لأي شخصية موجودة تود أن تترشح لرئاسة الوزراء في العراق، يجب العودة إلى تاريخها ومعرفة الأصل، بعد ذلك يتم الحكم عليهم في المستقبل. مهيمن من تركيا تفضل. مهيمن، سيد مهيمن هل تسمعني؟ نعم أسمعك. أول أهلا وسهلا، نص صوت التلفزيون لو سمحت واسمعني من الهاتف. نعم تفضل. نعم أخي تفضل. تفضل سيد مهيمن. عفوا ممكن تكرر سؤالك بلا زحمة. سيد مهيمن حضرتك على الهواء مباشرة الآن مشارك في برنامج صوتكم اليوم. نعم. نتحدث عن المليونيات التي شهدها العراق، الدعوات المستمرة لمليونيات، وكذلك مشاركة الطلبة الجامعيين وطلبة المدارس في هذا الإضراب العام، إضراب عن الذهاب إلى المدارس، إضراب عن الذهاب إلى العمل، كذلك مساندة ومشاركة من قبل المعلمين والكوادر التدريسية، كيف تابعت هذا الموضوع؟ سيد مهيمن فقدنا الاتصال مع السيد مهيمن، شكرا لك. عموما لدينا رسالة أخرى تقول: السلام عليكم عبد الخالق الناصر، أشكر قناتكم الرائعة الكريمة، الله أكبر على كل من كان السبب، الشباب بعمر الورد تروح جو تراب بسبب هاي الحكومة الفاشلة، محتارين شلون يسكتون المتظاهرين، ما يدرون هاي بعد ما تخلص، شباب عجزت من كذبكم. النصر إن شاء الله طبعا، بس قناتكم اللي تسمع أصوات الناس ممكن النشر طبعا. شكرا جزيلا لك سيد عبد الخالق الناصر. رسالة تقول: تحية حب واحترام لكم أيها الأوفياء في قناة الرافدين، تنصيب قصي سهيل لرئاسة الوزراء تحدي سافر للشعب وفرض لإرادة الأحزاب الفاسدة واستهانة بدماء الشهداء، تحياتي أخوكم ثجيل نايم من ذي قار. لدينا رسالة أخرى تقول: السلام عليكم، الطرف الثالث في العراق المرجعية والميليشيات والأحزاب المجرمة، أخوكم أحمد من مصر. شكرا يا أحمد. رسالة تقول: السلام عليكم، المظاهرات ضد هذه الحكومة الفاسدة ما تجيب نتيجة لو تبقى عشرات السنين، المطلوب انقلاب عسكري. أم حمزة من بغداد، شكرا يا أم حمزة على رأيك، لكن طالما خرج العراقيون ورفعوا شعار السلمية إذا يحترم هذا الشعار، وكذلك يساند ويدعم بشتى الطرق والوسائل، لأنه سيكون بالتأكيد ذا تأثير وذا فائدة من أجل تحقيق المطلب وهو إسقاط النظام. لو كان هناك عمل مسلح لا استغلته الأحزاب وروجت ضده إعلاميا وجيشت من خلاله واستعانت بالمجتمع الدولي الذي بالطبع سيساندها في هذا الموضوع، وسيباد الشعب الذي يفكر في رفع السلاح في هذا الوقت وفي هذا الزمن الذي يدعم به الظالم من قبل المجتمع الدولي. للأسف الشديد ما حدث أيضا في المحافظات الغربية هو أكبر دليل على هذا الموضوع، روجوا بالأكاذيب والإشاعات أن هناك سلاح وقمعوا مظاهرات سلمية بقيت عام كامل سلمية. الآن هذا تحدي من المجتمع للإثبات أو للتأكيد
أن السلمية هي السلاح الوحيد الذي يمكن أن يأخذ المجتمع أو الشعب حقه من حكومة فاسدة كما يصفها. لدينا رسالة تقول: السلام عليكم، لا أدري لماذا لا يغير المالكي اسم حزبه كما غير الحكيم مثلا اسم حزبه، فمثلا بدل من حزب الدعوة يسميه حزب العجوة، تماشيا مع تطور مثل ما تطور المالكي من بائع للسبح إلى ملياردير شهير وزعيم الميليشيات البلطجة. منتظر من كربلاء. شكرا يا منتظر. رسالة تقول: السلام عليكم، الأحزاب هي سبب دمار العراق منذ 2003 إلى يومنا هذا. كل حزب لديه قانون وميليشيا خاصة مدعومة من جهة معروفة، فكيف للشعب أن يقبل بمرشح حزبي؟ أفضل خيار للعراق والعراقيين هو إلغاء جميع الأحزاب وميليشياتها وحصر السلاح بيد الدولة وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي. هذا هو الحل الوحيد لبناء عراق جديد. تحياتي. شكرا لك. من معنا الآن؟ سيد رياض من أمريكا، تفضل. دون الصحاب، حياك الله رياض. أهلا بك، تحياتي لك وللقناة وللمشاركين والمشاهدين. كل الهلا. طبعا أقدم تحياتي لكل المظاهرين والأخوة العراقيين المشاركين في أمريكا وفي كل دول العالم. وطبعا شاركنا احنا البارحة كنا مظاهرة في نيويورك على مود المظاهرين العراقيين. وقلبنا وياهم، وكل الجالية العراقية تتمنى يعني الأشياء الزينة والمخلصة للشعب العراقي. وإن شاء الله دول الحكم الفاسد إن شاء الله يعني راح يروحون، راح ينزالون، ما راح يبقون بهالشيء هذا. سيد رياض، أود أن أسألك رأيك اليوم باللي التجمهر والتحشد من المتظاهرين، وخاصة موضوع المشاركة الطلابية المستمرة منذ أول يوم بالثورة، يعني هذا الدعم المستمر من الطلبة الجامعيين وطلبة المدارس وكذلك الكوادر التدريسية، برأيك شنو ممكن يضيف لهذه الثورة؟ والله يضيف لهم عين كل الأشياء اللي قدنا الاتصال مع سيد رياض من أمريكا. معنا أبو علي من كربلاء، تفضل يا أبو علي. أبو علي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو علي من واسط. حياك الله. من واسط؟ بالنسبة حقيقة، أي نعم من واسط. كل الهلا، تفضل. حقيقة لسؤالك الأخير عن الطلاب. نعم. يعني في اليوم العراقيين أنه سنة 1952 لما ظهرت تظاهرات في كلية الصيدلة وتم القمع وقتل أحد الطلاب استشهد. وبعدين الطلاب نفسهم هم اللي سووا ثورة سنة 52 وانقتل بهم 23 واحد، وعلى ضوءها استقالت حكومة كانت حكومة أشرف العمري. طيب، على ضوء هذه صارت الاصلاحات اللي بيها اللي هو ضمان اليوم المجانيه في التعليم بالعراق في الجامعات كانت بفلوس. مشاركه الطلاب شيء اساسي في كل ثورات العالم. نعم. هم اساس الثورات. فلذلك مشاركه الطلاب يقول الله يقول مستقبل اطفالنا، مستقبل ابنائنا الدراسه. محمد بال 91 وصارت الحرب فقدنا سنه دراسيه ومقاصد. والآن الموجودين خريجين وأساتذة ودفاع. سنة 2003 هم نفس الشيء، هم فقدنا. لأن اليوم اللي يقول لي خلي يداومون، خلي الطلاب يداومون، يداومون يقعدون وين؟ وين المحلات اللي يقعدون عليها؟ نعم. وأنتم كلكم شفتوا مناظر بعد المطر شنو صار بالمدارس. يعني هل في أبنائك ترجعون لهذه المقاعد؟ أنا متأكد، متأكد 100% أن اللي يقول اليوم لازم الطلاب يداومون ما يروحون يشاركون بالمظاهرات. أبناء يدرسون مدارس أهلية مهيئ لهم كل شيء، التكييف بالصيف والتدفئة بالشتاء موجودة، وأنتم كرام التواليتات موجودة بمدارسهم. اليوم ماكو مدارس ما فيها تواليتات، التدريس نفسه ما يقدر يحصل المادة بكاملها. اكو مدرسة اليوم تداوم التشتتات، اكو تدريس يداوم التشتتات، وين صار؟ اكو مدرس اليوم يدرس أربع مواد. يعني نعم. نضيف على هذا، نضيف على هذا يا سيد أبو علي، أنه دي يتم اعتداء على الكوادر التدريسية اللي تدعو الطلبة إلى الإضراب، يتم الاعتداء من قبل ميليشيات والقوات الحكومية على الطلبة اللي يقومون بإضراب،
على الطالبات، يتم الاعتداء وضرب الطالبات أيضا في بعض المدارس والجامعات العراقية، وكذلك يتم التهديد من قبل حتى بعض الكوادر التدريسية الموجودة في بعض الجامعات والمدارس. هذا الضغط المستمر على الطلبة، رغم هذا أنه ما أثر والشباب دا يطلعون، الطلبة والطالبات دا يطلعون ويشاركون في هذه الدعوات المستمرة لمليونيات. طيب ذولا اللي دا يضغطون ودا يعتدون على الطلبة ودا يضربون الطالبات والطلبة الشباب وكذلك الكوادر التدريسية، يعني ويا منو حيوقفون بالمستقبل لما يشوفون أنه الكفة مالت لصالح المتظاهرين ولصالح الثورة؟ ذول الكوادر التدريسية شلون حيباوع ويشوف الطلبة اللي اعتدى عليهم واللي هددهم بأربعة إرهاب وغيرها، وهو حيدرس لهم فيما بعد إذا استمر الوضع أو تغير الوضع عفوا؟ ما هذا سيدي الكريم، لو عنده كرامة، لو عنده كرامة وعنده ذرة من رجولة إذا كان رجل، أو أنه عنده غيرة، ما وقف هذول الأطفال. بس هذا مستفيد، والجماعة اللي هم نفسهم ينطونا ويفيدونا يقولوا لروح ما عليك احنا باقين، هم هذول حالهم حال الميليشيات، هم تقتل الثوار صفهم مثل ما صار بتقتلهم، هم نفسهم بالضبط، بس هذا واحد مدني وهذا واحد عسكري، او يسمون هم نفسهم يسمونه الطرف الثالث. نعم. هم وانتم كرامه ذيول الاحزاب وذيول الميليشيات الموجوده وذيول ايران في هذا العراق، لكن كل هذا ما راح ينتصر العراقيين ابدا، راح تنجح ثورتهم وراح يعبر العراق الثاني وصفه الخير. شكرا جزيلا سيد أبو علي، كنت معنا من واسط. معنا سيد أبو مالك من أمريكا، تفضل يا أبو مالك. السلام عليكم، شلونك أستاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. تحياتي لك ولكادر القناة. كل الهلا أستاذ محمد، أحب أعقب على بعض المتصلين. نعم. اللي يعاولون على الجيش العراقي. يعني هل هم يعتقدون أكو جيش عراقي؟ هذا سؤال. هذا كله جيش دمج، هذا كله جيش دمج تابع للاحزاب، قسم تابع لهادي العمري وقسم تابع لمالكي الاحزاب لحزب. نعم. كل العالم هو حمايه للشعوب. نعم. من الشعب العراقي وده يحامل ميليشيات. يعني تجي ميليشيا امام جيوش جيش واقف ويقمع المتظاهرات ويقتل المتظاهرين والشباب، هو هذا جيش؟ هذا كله دمج، كله دمج. الله وكيلك، اكو ناس حملة رتب ما يعرف يقرا اسمه. نعم. ما يعرف كتبه. شنو هذا الجيش اللي يحاولون عليه؟ اثنين سؤال انا اوجهه يا استاذ محمد على رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية. نعم. من حاطين صورهم بالارض وده يطلبون من المواطنين ان ينفون عن حلتهم وقنادرهم حتى السامع. زين دولة باكر اذا طلعوا من وظائفهم شلون راح يواجهون عشائرهم وعوائلهم واصدقائهم؟ شو يقولوا لهم؟ احنا نهن على مود المنصب، نهن على مود الفلوس. وانت تتوقعهم حيبقون بالعراق اصلا؟ نعم. وانت حضرتك تتوقعهم حيظلون بالعراق اذا طلعوا من المنصب؟ يعني استاذ محمد حتى اذا مو بالعراق، يعني ما عندهم اصدقاء برا، ما عندهم ناس تقول لهم تعالوا انتم انهنتوا على مود ايش؟ انهنتوا على مود الفلوس؟ على مود المنصب؟ نعم. الانسان موته اشرف من ما يعيش مهان. شنو قيمة الانسان بدون كرامة؟ واني اشكرك استاذ محمد. شكرا جزيلا ابو مالك، كنت معنا من امريكا. من معنا الان؟ سيد عيسى من المانيا. عيسى تفضل. معذره عيسى، الشباب يتاخرون حتى يعطوني الاسم. تفضل يا عيسى. وعلى قناتكم الموقرة الشريفة دائما طبعا تواكب المظاهرات وتواكب هذا الحدث. هذا العزيز، يعني نبدي من الصغير، نبدي من الكبير، يعني حكومة فاسدة والأفسد. نعم. من عندها اللي موجودين، يعني الشعب طلع يقول ما نريدكم، يعني يضحكون. يطلع الوزير يحكي على الفساد، يطلع رئيس الوزراء يحكي على الفساد، يطلع طب من هو الفاسد؟ احنا الفاسدين الشعب. بس اريد اسال، انا اريد اسال رئيس الوزراء او الحل، يطلع الحلبوسي يقول والله الحكومه فاسده، يطلع البرلمان هذا رئيس الوزراء يقول والله. طيب من الفاسد؟ احنا فاسدين، كلكم فاسدين، عليكم ان تخرجون من الحكومه ويجي واحد من الشعب يرشحه. يعني احنا والله العظيم ملينا يا اخي، ملينا. ناس يعني ناس تتغدى ما تتعشى، بالله العظيم. يعني انا بالنسبه لي والله خارج العراق
بس هم يعني يطلع هايدر الملة يقول والله احنا مرتبين عوائلنا وقاعدين مو بامان، يطلع ثاني يقول لك نقتل سبعه في سبعه، يطلع الفلان واحد حشاك اخر من الثاني. رجاء بلا 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 تجاوزات، تفضل. يا اخي يا اخي هم يقولون مو انا اقول، هم يقولون هاي تطلع وحده تقول احنا اذا قتل سنة شيعة سبعه نقتل سنة سبعه. يطلع واحد يقول والله احنا مأمنين على عوائلنا باوروبا، يا اخي هايدر الملة بالتلفزيون. يطلع الثاني ذاك ما نجيب اسمه الجبوري يقول والله احنا كل احنا فاسدين. طيب من هو الشريف اللي بيكم؟ ارجل ابا معني انا مواطن بسيط اسال الحكومه اذا هي تسمعني. يا اخي كلهم فاسدين والله العظيم كلهم فاسدين، عليهم ان يخرجون. المتظاهرات ما راح تقعد ولا راح تهدأ، بالعكس اذا حطوا هذا اللي شو اسمه هذا السهيل راح تزيد بعد اكثر واكثر، راح نحط على النار حطب. اي نعم نعم. عيسى أنا أشكرك يا عيسى، كنت معنا من ألمانيا. مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنتحدث عن موضوع اختيار المرشح القادم لرئاسة الوزراء، إصرار هذه الأحزاب على المضي بهذا الموضوع رغم رفض الشعب لها ولكل مرشحيها ورغم المطالبة العراقية المجمعة على إسقاط النظام ورحيل هذه الأحزاب، إلا أن السلطة الحالية تصر على المضي في هذا الطريق، وكما قال السيد عيسى من ألمانيا هو مجرد إلقاء لمزيد من الحطب إلى النار المشتعلة الآن في الشارع العراقي. نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. المحور الثاني في هذه الحلقة سيكون عن موضوع اختيار شخصية لمنصب رئيس الوزراء. قدمت الأحزاب عديد من المرشحين رفضوا من الشارع طبعا بمجرد أن ظهروا لوسائل الإعلام أو انتشروا على مواقع التواصل الاجتماعي، تم رفضهم رفضا قاطعا وحملت لافتات وصورهم عليها علامة اكس بالأحمر وهو رفض كذلك، وضربت أجلكم الله بالأحذية وتم الدهس على هذه الصور في الشوارع، وكانت رسالة واضحة إلى أحزاب السلطة وهذه العملية السياسية أن كل شخص سيخرج من هذه الأحزاب هو مرفوض رفضا قاطعا لدى الشعب. طبعا المحكمة الاتحادية خرجت بالقرار النهائي وهو الكتلة الأكبر التي تشكلت بعد في أولى جلسات البرلمان بعد الانتخابات هي التي سترشح رئيس الوزراء أو ستقدم رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية لكي يوافق عليه. طبعا هذا الموضوع خرج بشكل مبهم لأنه الكتل فيما بينها أو الأحزاب السياسية تتصارع فيما بينها من أجل إثبات أنها هي الكتلة الأكبر. بالنهاية هذا الموضوع باختصار شديد هو مجرد لعيب سياسية أو لعيب من هذه الأحزاب من أجل الالتفاف على الثورة. قصي السهيل هو أبرز المرشحين من قبل كتلة البناء، طبعا تضم هادي العامري والمالكي والحلبوسي وكذلك أحزاب أخرى. هو مرفوض لأنه خارج من هذه الكتلة، وبالتالي معروف أيضا الفاسد عندما يرشح لن يختار رجلا نزيها أو لن يختار مرشحا شريفا لقيادة البلد. من معنا الآن؟ ريام من الأردن، تفضلي. مرحبا أستاذ محمد. أهلا وسهلا. ممكن أشارك في البرنامج؟ أي نعم تفضلي.
أنا أحب قناة الرافدين ودائما أتابعكم وأحييكم وأحيي الثورة في العراق، وأتمنى من طلاب العراق أن يستمرون في المظاهرة. نعم. وشكرا لكم. شكرا يا ريام، شكرا لك للمشاركة. طبعا كما قلنا التأكيد من المحكمة الاتحادية إلى هذا القرار الذي خرج طبعا أدى إلى ارتباك القوى السياسية وسمح مجددا بتعدد تأويلات القرار، لأنه كما قلنا قبل قليل الكل ينسب لنفسه فكرة أن هو صاحب الكتلة الأكبر وهو صاحب الأصوات الأكثر، وبالتالي هو الذي سيشكل الحكومة ويختار رئيس الوزراء. هذا الموضوع يعني نود أن نسأل بغض النظر من الشخصية التي ستأتي لقيادة أو لتسلم هذا المنصب، هل يمكن أن تقنع الشعب؟ هل يمكن أن تقنع المتظاهرين؟ هل هذه الأحزاب قادرة على إخراج النزيه الشريف الوطني المستقل الذي لن يتأثر بالمال، لن يتأثر بالميليشيات، لن يتأثر بالتدخلات الإيرانية أو التدخلات الأمريكية في صنع القرار؟ هل الشخصية التي ستأتي من هذه الأحزاب ستكون قادرة على قيادة هذا البلد والخروج به إلى بر الأمان؟ طيب لماذا لم تحقق هذه الأحزاب إذن هذا الموضوع في السابق، وهي مرت عليها كثير من الانتخابات واستطاعت أو كانت لديها الفرصة أن تقوم ببناء هذا البلد بالشكل الصحيح؟ هل الآن هذه الأحزاب ستكون قادرة على اختيار شخصية تستطيع بناء هذا البلد؟ أين كانت وأين كانت الأموال التي اختفت من ميزانية العراق ولم تحقق للبلد أي شيء؟ السيدة أم زمزم من بغداد تفضلي. تحياتنا لحضرتك أستاذ محمد، تحياتنا الكادر قناة الرافدين الأبطال. أهلا وسهلا أستاذ محمد. بالنسبة للإضراب مع المدارس، أريد أشوف وزارة المدارس تابعة إلى وزارة التربية وتابعة إلى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. أستاذ محمد، يفترون لجان من وزارة الدفاع عسكريين، ومن وزارة الداخلية يفترون على الكوادر التدريسية بالمدارس. نعم. أستاذ، ويأخذون أسماء المدرسات والمدرسين اللي ما حاضرين، يريدون يقطعون خبزتهم وفصلوهم. يصير هيك أستاذ؟ إحنا تابعين للتربية لو تابعين للدفاع والداخلية. وزير الدفاع وزير الداخلية هذول المجرمين اللي ما يخافون الله. ناحية من ناحية أخرى أستاذ، إحنا ما ينقلب نظام الحكم كله إلا من حكومة انتقالية عسكرية أستاذ. هذول ما ينشلعون. يجينا فايق الشيخ علي شي يقول ها الميليشيات أو ذول الحاملين السلاح، الكتل اللي حاملة السلاح ما بقيها داخل المدن، أخرجها خارج المدن. يجينا محمد توفيق علاوي نفس الكلام، أخرجهم خارج المدن. مسوي فضل. احنا دا نقول له يا با اسحب السلاح من هذه الميليشيات. نعم. استاذ، ما يصير الا بحكومه انتقاليه عسكر يلزمهم يسلحهم، الا ما نقدر هي بهالطريقه. طيب. وتبقى المظاهرات سلميه، تبقى المظاهرات سلميه بالنسبه للشعب. نعم. ام زمزم انا اشكرك، كنت معنا من بغداد. طبعا سيخرج من يقول ان سائرون، تحالف سائرون تابع لمقتدى الصدر، هو الكتلة الأكبر، وهكذا يرى طبعا بعض الأنصار، وكذلك هكذا ترى الكتلة نفسها أو الحزب نفسه. التحالف يرى ان الحزب هو الكتلة الأكبر، وبالتالي عليه ان يشكل او يختار رئيس الوزراء. وطبعا ده يتم الترويج إعلاميا الآن، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، ان الصدر أو تحالف سائرون قرر أن الكتلة الأكبر هي الشعب وهي التي ستختار، ومن هذه المحاولات لركوب الموجة. نقول هنا أنه كان مقتدى الصدر قد نشر تغريدة سابقة يوجه بها رسالة إلى تحالف البناء وإلى المرشح عن هذا التحالف قصي السهيل بقدرة قادر، وطبعا بعد أسباب غريبة وانتشار معلومات عن تهديدات وصلت إلى الصدر من قاسم سليماني اختفت هذه التغريدة بقدرة قادر طبعا، وتم حذفها من قبل مقتدى الصدر من حسابه من تويتر. هل هي رسالة ربما لرضاه بقصي السهيل، خاصة بعد التهديدات التي جاءت وتم تداول هذا الخبر طبعا بشكل كبير جدا على القنوات الفضائية وكذلك المواقع الإخبارية، أن التهديد جاء من قاسم سليماني بالضغط على مقتدى الصدر بشكل كبير، وأن وجودك في العراق سيصبح مهدد، وكذلك سيتم منعك من السفر خارج العراق أو حتى الذهاب إلى لبنان. يعني هذا الكلام هو أيضا إشارات
لموضوع القبول الصدر بموضوع ترشيح قصي السهيل. طبعا بشكل عام نبقى على سؤالنا، ما الذي سيقدمه المرشحون من هذه الأحزاب؟ وحتى لو يعني خرج أي مرشح بغض النظر ما هي السيرة الذاتية التي يحملها، طالما وجد حزب فاسد ومرفوض من الشعب، هل يستطيع أن يقود البلد دون تأثيرات أو دون أن يتأثر بالمحيط الذي حوله من قبل ميليشيات أو من على سبيل المثال أحزاب أو حتى دول أخرى، خاصة أنه التأكيدات وتسريبات الوثائق التي سربت كذلك من الصحف الأمريكية حول التدخل الإيراني وحول قيادة قاسم سليماني للوضع في العراق، هي كلها مؤشرات تقول بأن الوضع في العراق أو الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال هي كلها منقادة، هي كلها منصاعة للإرادة الإيرانية. وبالتالي من سيأتي من هذه الأحزاب، هل سيكون مستقل فعلا وقادر على اتخاذ قراره بنفسه؟ هذا السؤال. من معنا الآن؟ السيدة أم أزهار من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حييك وحيي هاي القناة العظيمة. بالنسبة إلى سؤالك، نعم، أي واحد من هذول الأحزاب حتى إذا كان يعني قوي أو شجاع ما يقدر يكون دولة مستقلة ذات عنده سيطرة أو عنده شخصية قوية، لأنه هذول الأحزاب كلهم راح يلتفون دار مدارة وراح يتم الفساد. طول ما أكو أحزاب موجودة ما 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 يصير أي واحد من هالأحزاب يحكم البلد، لأن راح ينقاد إلهم وما ينجح البلد طول ما موجودين الأحزاب. ولهذا المتظاهرين عرفوا وانتجوا انه ان الاحزاب هي من خربت هذا البلد. 13 سنة احنا في فساد، في فساد وقتل نائب. ولهذا وكلام المنتفضين الموجودين بالشارع هو راح يكون هو الناجح، وهو اللي يكون قوي، وهو راح ينتج لنا انسان راح يحمي هذا البلد ان شاء الله. اما هذا الاحزاب ما تنتج لنا اي مسؤول صحيح ويعطي الكلام الصحيح او يحكم بالصح، لانه منهم فاسد. 16 سنة واحد واحد متعلم من الثاني، البوغ والنهب وسلم واساليبهم الملتويه. شلون راح هذه شلون راح يصلح كلام هذا سليم. البلد كلام سليم. انا اشكرك ام ازهار، كنت معنا من بغداد. ابو راشد من عمان، تفضل يا ابو راشد. تحيه لك اخ محمد وعزيزي محترمين، يعني واضح. نعم تفضل. بالنسبه طال عمرك للتصريح قاسم سليماني هو ما تخطى مواطن عراقي اللي هو مقتدى الصدر، بالنسبة وين دور وزارة الخارجية العراقية تدخل بالشأن العراقي. هذا واحد. اثنين، طال عمرك خلال الفترة الماضية خلال 3 أيام في اجتماع دول الإسلامية في ماليزيا كولمبور هناك، طال عمرك دخل الرئيس الإيراني اللي يقول تدخل سعودي امريكي في المظاهرات. انت اول شيء صار لك 16 سنة من اللي دخلك العراق خصوص غير الولايات المتحدة الامريكية. نعم. كل الاموال العراقية كلها نافتها انت يا الفرس النجوى. طبعا موضوع نظرية المؤامرة يا ابو راشد هو اسلوب تتبعه هاي الاحزاب والكتل والشخصيات الموجودة بالعملية السياسية منذ الاحتلال، عندما تحدث أي قضية تؤثر على وجودهم، وبالتالي موضوع المؤامرة هذا أمر طبيعي أنه يخرج منهم، لأنه هو شماعة تعلق عليها أخطائهم وتعلق عليها مفاسدهم وجرائمهم، فهذا موضوع طبيعي. ونحن قلنا قبل ذلك سابقا، لو كان خرج من المتظاهرين وهم الآن المرجعية العليا للعراق وهم الآن الكتلة الأكبر للعراق، لو كان خرج منهم في هتافاتهم أي شيء يتعلق بأي تدخل آخر غير إيران لكنا هاجمنا هذا التدخل وانتقدناه، لكن الموضوع كله موجه إلى إيران نظرا لأن هي المسيطر على الواقع في العراق. أخي محمد ممكن تسمح لي دقيقة؟ تفضل.
بالنسبة أنا أقول وين دور الجامعة العربية اللي هي طال عمرك ما صار للعراق أيام الحصار من سنة 91 إلى حد 2019، هي اللي نعم. أحرمت العراق من أول شيء طال عمرك حليب الأطفال وحتى أقلام الرصاص، والآن الإيران جميع أنواع الأسلحة تدخلها، ليش نعم. تعرض إلى الدول العربية خصوص العراق؟ شكرا يا أبو راشد. معنا أبو محمد من بغداد، تفضل. السلام عليكم، شلونك استاذ؟ وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. شلون صحتك؟ كل الهلا الحمد لله. والله استاذي اللي ذول ناس جوي من الشوارع، اللي يجي من الشارع يتشلب يعني لزقه. احنا قبل سمعنا المثل يقول لك جير ولزق حمادي، لزقه نعم، يعني هسه بشر يقول لك ما يريدك، شنو لزقه او ما لزقه؟ ما تستحون يعني، ما عندكم غيره، ما عندكم اصلا. انتم وصلتوا مليارديريه، جيتوا حفاي من الشوارع وصلتوا مليارديريه، ما كافي؟ نعم. بس هم يعرفون نفسهم من يطلعون قبل يتعلقون على حبل المشانق. ليش برايك مستمرين على موضوع اختيار رئيس الوزراء والشعب بده يقول روحوا ارحلوا احنا ما نريدكم؟ يعني هم من يعرفون الحكم؟ المالية تروح. كل المالية اللي خذوها باقوها تروح. نعم. ورقابهم تروح. لأن سفكة ودم العراق. نعم. من الشمال إلى الجنوب. نعم. هذا المناطق السنية. مناطق السنية سوت قاتلت المحتل الأمريكي. والمحتل الإيراني. نعم. سموها إرهابية. ساعة يسمونها تكفيرية، ساعة يسمونها صدامية، ساعة يسمونها وهابية. يعني هسه حتى الحيوان يدافع عن قرعة عن عشة الحيوان هاي. نعم. هذا عالم الحيوان، خلي يشوفون عالم الحيوان، دول الحيوانات مع احتراماتي. بلا تجاوز، بلا تجاوز يا أبو محمد. عالم الحيوان يدافع عن العصفور، يدافع عن عشة، يعني كل شيء يدافع عن مكانه. يعني أنا بشر الله كرمنا على العالمين. الله كرمنا على العالمين. نعم. كل من يدافع عن أرضه وعن وطنه وعن قرعه هو شهيد. نعم. يعني أنا دافع عن أرضي يقولوا لي إرهابي، أدافع عن بيتي يقولوا لي إرهابي، الأمريكي يجيني عبر القارات مو إرهابي. نعم. والإيراني يجي يبوق فوق الأرض والأمريكا تحت الأرض، هذول مو إرهابية. نعم. ذولا مجاهدين يسموهم. يعني اتفقوا هم وامريكا، قالوا لو انت الج امريكا تحت الارض واحنا عندنا فوق الارض. نعم. واحنا الشعب العراقي كل ما نحكي قالوا انتم ارهابيه. نعم. ابو محمد انا اشكرك، الوقت معك انتهى، شكرا جزيلا لك واعتذر منك لضيق الوقت. فيما تبقى مشاهدينا الكرام نقرا الرسائل الوارده سريعا. رسالة تقول السلام عليكم، مع الأسف نسبة كبيرة من الشعب لا يزال في حالة العبودية، طبعا هذا الكلام غير صحيح، والصنمية للمرجعية الإيرانية، إذا لم يتحرر من هذه العبودية فلا حرية حقيقية. السيستاني هو الحاكم الفعلي للعراق والمتحكم بكل شيء فيه، وحتى قاسم سليماني مجرد أداة من أدوات قياسا بالسيستاني. تحياتي للأخت الأصيلة مريم من الكويت، عربية أصيلة، رائد النجفي. شكرا يا رائد، لكن نتحفظ على موضوع نسبة كبيرة، لأنه النسبة الكبيرة الآن في الشوارع تتظاهر يا رائد. سيد مبروك من الإمارات، باختصار تحية لك أخي محمد، الانتفاضة التشرينية تنتصر بتضحيات الشهداء الذين سقطوا منذ بداية تشرين لحين إسقاط النظام وإيجاد نظام جمهوري رئاسي يعود به العراق حرا أبيا لا مكان فيه لأذناب إيران. رسالة تقول السلام عليكم يا قناة الرافدين الأصيلة، أنت القناة الوحيدة مع الشعب، وأطلب من الله التوفيق لجميع ثوار العراق والنصر قريب إن شاء الله. أبو عبد الله من الديوانية، شكرا لك. رسالة تقول تحية وطنية خالدة وصادقة لقناة الرافدين البطلة صوت الثائرين والشعب العراقي البطل، تحية لك أستاذ محمد، شكرا. بالنسبة للمرشح قصي سهيل، هذا العجمي الفارسي الأصول حتى لو كان يحمل الجنسية وهو نسخة منسوخة من المجرم الإرهابي نور المالكي، كل هذه المؤامرات ستسقط بإرادة الشعب والنصر قادم بإذن الله. كامل الدليمي من نيويورك، أخوكم عفوا.
أمير عماد الدين كامل الدليمي. شكرا يا أمير. رسالة تقول أريد أشارك بقناة الرافدين، تفضلي. الله أكبر يا الله أكبر على كل من دمر العراق، ابن الناصرية يحييكم، شكرا لك. رسالة تقول تحية لقناة الرافدين الحرة وتحية للشعب العراقي الحر الشريف، أخوكم أبو ناصر من قطر، أحيي الثوار على بسالتهم وصبرهم في تحرير بلادهم من براثن الاحتلال الإيراني المتمثل في الأحزاب الفاسدة والميليشيات المجرمة التي وظيفتها هي امتصاص دماء الشعب العراقي وتحويل مقدرات وخير العراق لإيران. شكرا لك يا أبو ناصر. رسالة تقول أنا علي من الناصرية، أحيي قناتكم الكريمة، اليوم مظاهرات مليونية في مدينة الناصرية طلابية، هم عزتنا وفخرنا والنصر إن شاء الله لنا. الرسالة تقول شروق من الأحواز، أخذكم شروق من الأحواز، السلام عليكم. أنا أريد أقول المسألة مسألة حظ وبخت، والعراق حظ إذا كان حظ وبخت إذا كان نايم هسه قاعد، وإيران صدقوني انتهت وهاي أيامها الأخيرة. رسالة أحد المرسلين صورة نور المالكي في صفيحة نفايات أجلكم الله، ويقول هذا رأس البلاء. مساء الخير أخي محمد، شنو هذولا ما عندهم إحساس؟ والله خير العراق ما يقدرون يعوفوا. من أربيل ما افتهمت الرسالة، شكرا للمشاركة. آخر الرسائل من الحديث من آخر الرسائل اللي وردت حديثا، الآن تجري احتجاجات وقطع الطريق السريع بحرق الإطارات بمحافظة كربلاء بعد تناقل أنباء عن ترشيح الفاسد الجديد التابع للأحزاب المعادية للعراق والموالية لأسيادهم أمريكا وإيران وإسرائيل. في نهاية مشاهدينا الكرام أشكر جميع المشاركين وجميع المشاهدين لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء.